الناس تعرف الزهور الطبيعية والزهور الصناعية، ولما بيلاقوهم في مكان واحد بيقدروا يفرقوا بينهم، بس في ناس تعرف الزهور الخشبية. عبد المنصف الغربلي، أنا شغال في مجال الديكور والموبيليا أساسا، وده الجزء من الفن التشكيلي. ده يعتبر جزء أنا بكمل بيه، يمكن الهواية عندي موجودة، فبنحاول أشتغل فيه دايما في الوقت الفاضي عندي، بحاول أظهره، فطبعا بظهره دايما في الزهور. وكان في اساسا الفكره الفتره الاخيره ان اعمل على شم النسيم اساسا معرض على شكل ورده مساحه 400 متر من الزهور الخشبيه، وفي مرحله تانية ان توصل تتعدى ال 1000 متر الورده اللي هنعملها ان شاء الله. ما اعتقدش على مستوى مصر كلها مش موجود، حتى لو دخلنا على الانترنت وبحثنا مش هتلاقي على مستوى مصر كلها، بل يمكن على النت لو جبنا اي دوله في الخارج سواء اوروبيه او عربيه مش موجود. الوحيد هو انا تقريبا، يعني اللي بنحاول ان انا الاقي حاجه ما لقيتش لغايه دلوقتي. والله الفكرة كانت جت قديما ان انا بقى عندي حاجة على شكل وردة، فطبعا اتعملت دي البداية، فبدأت الفكرة تاني ترجع مع افتتاح قناة السويس. فطبعا كان في احتفالات هم عايزين يعملوها، فانا حبيت اشارك في الاحتفال يعني، وقدمتها. يمكن الفكرة دي قدمتها لوزارة الثقافة ورئيس الوزراء وبعت المسؤولين كتير قوي، بس للأسف ما ردوش عليا طبعا، مشكورين غير بالرفض، ان انا بعمل لكم معرض للزهور امام مكان الاحتفال على شكل قناه السويس بالفرعين. يبقى اذا الزوار يدخلوا من فرع ويطلعوا من فرع، والمكان بالكامل هيبقى بالزهور الخشبيه دي. برضو كنت مصمم قطعه تانية ان رئيس الجمهوريه في الافتتاح، في بدايه الافتتاح قناه السويس او اشاره البدء، كان عاملها على ترابيز انتريه. فانا بعت لهم قلت لهم طب لو عملنا زهره ويمضي عليها الرئيس، ايه رايكم؟ اعتقد تبقى افضل بكتير قوي. فهو الفكرة عامة أنا كنت بقول إلقاء خطاب الرئيس بافتتاح قناة السويس تكون على شكل زهرة اللوتس، منحوت عليها الفكرة قناة السويس بالكامل بثلاث لغات، العربية والفرعونية والإنجليزية. وطبعا عرضت عليهم أن جميع المعروضات اللي موجودة في المعرض بالكامل تنقل بعد الافتتاح مباشرة لوسط القاهرة في أي مكان ممكن في خلال ساعات. وفي نفس الوقت أنا قلت لهم أن أنا متبرع ب60% لصندوق تحيا مصر. للاسف قالوا ما فيش مكان عندنا فاضي. طبعا الكلام ده انا بعته لوزير الثقافه، وبعت شكوى لرئاسه الجمهوريه وشكوى لرئاسه الوزراء. بعديها برضو جالي رد عن طريق تليفون من مكتب وزير الثقافه، قال احنا اسفين جدا ما عندناش مكان للعرض لك. في اقبال على شراء الزهور الخشبيه؟ موجود. هو اي نعم بسيط على سن جديد وغريب بالنسبه للجمهور، مش هنقول كبير، لا بسيط جدا برضو، لان هي مكلفه بطبيعتها. لان الورده لما نقول ورده ب 600 او 700 او 1000 او 1200 في تصاعدي، بالنسبه لبعض الناس بتبقى غاليه بالنسبه لهم، وفي بعض الناس بالنسبه لهم بسيطه جدا، سواء ب 3000 او 4000 بالنسبه لها رقم بسيط. ايه الاماكن اللي بتناسب الزهور الخشبيه؟ ممكن الحدائق يعني؟ لا طبعا ما تنفعش، لازم داخل البيوت. بتحط في شقه، في فندق، في اي مكان، في الريسبشن، في الهول، او في ركنه، في اي مكان هتناسبها. لان طبعا ما تنفعش الزهور الخشبيه، لان طبعا بنستعملوا اخشاب، ما تنفعش في الجو الحر والشتاء والشمس. بتعمل كل انواع الزهور الطبيعيه؟ تقريبا كل الزهور، حتى احنا كنا بنجهز اساسا في زهور تانية ما كملتش العدد بتاعها، لان احنا كنا بنجهز على اساس شم النسيم، كانت مصمم ورده على مساحه 400 متر.